رسخت دولة الإمارات لنفسها مكانة رائدة بصفتها إحدى الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة الشمسية في العالم، وفقاً للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة خلال شهر سبتمبر 2023. وحتى وقت قريب لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية بسبب تدني مستويات سرعة الرياح في الدولة، إلا أن الاعتماد على الخبرات الوطنية في دولة الإمارات والتقنيات المبتكرة في مجال المناخ جعل تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكناً، فقد تم استخدام التوربينات بأحجام أكبر والاستعانة بأجهزة متطورة بتكلفة أقل واكتشاف ظاهرة مناخية فريدة تولد رياحاً شديدة في الليل. تحت عنوان المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السبرانية، انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السبراني الذي ينظمه مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية. ويناقش الأسبوع الإقليمي للأمن السبراني أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السبراني. أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة سير حافلات نقل العمال سعة 50 راكباً فما فوق على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد شارع القرم سابقاً بالاتجاهين، وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من اليوم، على أن يشمل منع حركة السير أيضاً عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. قدم الإسعاف الوطني هويته المؤسسية الجديدة خلال فعالية استضافتها شرطة عجمان في نادي الشرطة للرياضة والرماية، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بالهوية المؤسسية الجديدة بعد انضمامه لقيادة الحرس الوطني. وقد جمع هذا الحدث الشركاء الاستراتيجيين ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة لتأكيد التزام الإسعاف الوطني بتطوير الخدمات الطبية الطارئة وفق أفضل المعايير العالمية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق وفق نهج الفريق الواحد. ضمن مبادرة الأندلس تاريخ وحضارة، أقيم على مسرح قصر الإمارات الحفل الموسيقي ليالي قرطبة الذي يعد انطلاقة لفعاليات البرنامج الفني المصاحب للمبادرة التي يضم برنامجها سلسلة من الحفلات والعروض الموسيقية التي تقام في أبوظبي على مدار الأشهر المقبلة، وتحتفي بثراء وتنوع وعراقة التراث الفني للأندلس. وتضمنت ليلة الأوركسترا السيمفونية ليالي قرطبة حفلاً سيمفونياً قدمت خلاله روائع السيمفونيات الممزوجة بنفحة أندلسية بمشاركة أوركسترا تتكون من 50 عازفاً بقيادة المايسترو العالمي إنما شارا. لتعزيز مهارات رياضة السباحة لدى الأطفال، أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مشروع المسبح الاحترافي مستهدفاً 100 طفلة من المنتسبات، وذلك في مركزي الطفل بالرقة والقراين. ويأتي تنظيم هذا المشروع لاستقطاب الأطفال من فئة 6 سنوات وحتى 12 سنة للإناث لتعليمهن رياضة السباحة وما يرتبط بها من مهارات علمية وتطبيقية بإشراف مدربات متخصصات ومحترفات في مجال اكتشاف المواهب وتعليم السباحة للأطفال.